وخلال زيارته الحالية إلى جنيف أيضا، بحث وزير الخارجية سامح شكري مع منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن جريفيث مستجدات الأزمة السورية والجهود الجارية لحلحلة الأزمة وتخفيف معاناة الشعب السوري. واتفق الجانبان على أهمية العمل على تعزيز التعاون الثنائي واستمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة بشأن سبل تعزيز الدعم الإنساني لمناطق الأزمات بالشرق الأوسط. كما بحث شكري وجريفيث التطورات في السودان وانعكاساتها على الوضع الإنساني في السودان ودول الجوار. وأشاد شكري خلال اللقاء بالجهود الأممية لتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة في مناطق الأزمات. من جانبه أشاد جريفيث بالجهود التي تبذلها مصر ومساعيها الحثيثة للتوصل إلى حل للأزمة وتوفير الدعم الإنساني والطبي العاجل للشعب السوداني، فضلا عن استقبالها للوافدين السودانيين.